أقيم في مدارس ريف السلامية معرض فني تضمن رسومات للطلاب، بالإضافة إلى لوحات راقصة نفذها الطلاب المدارس تعبيرا عن دعم للجيش العربي السوري وصمود سوريا ضد الإرهاب. طبعا هاي المعارض اللي عم نشوفها حاليا عم نقيم الاطفال، والهدف منها هي انتقال الاطفال من المرحله السابقه اللي هي مرحله الحرب الى المرحله الحياه الطبيعيه، وهي العوده الى الرسومات الطبيعيه مثل ما شفناها، هي رسومات الالوان الفاتحه، رسومات الطبيعه، رسومات الاشكال التي تعبر عن الفرح، فكان هذا الهدف الاساسي من اقامه هذه المعارض. نحن قدمنا لوحات بتعبر عن انتصار الجيش العربي السوري، ولوحات صمود السوريين ضد الإرهاب. هي معارض عبارة عن لوحات فنية ولوحات راقصة بمناسبة ثورة 8 آذار، وبمناسبة عيد الأم، وبمناسبة عيد المعلم العربي. وهذه المعارض تعبر أيضا عن انتصارات الجيش العربي السوري وصمود الشعب السوري. تميزت هذه اللوحات بالانتقال بأفكار جديدة تعبر عن التفاؤل والأمل بغد مشرق على أيادي الجيش العربي السوري. للأخبارية السورية محي الدين فهد.